دابا حنا هنايا في مراكش، هذه سي لا دوزيام ايديسيون ديال جايتكس افريكا اللي كتعرف واحد ان غون سوكسي. البارح درنا لينوغيراسيون مع الشيف دو غوفيرنمون. هذا العام عندنا تقريبا واحد 1400 شركه اللي موجوده هنا في هذا المعرض هذا بور اكسبوزي لور سوليسيون، ومعنا تقريبا هاد 1400 شركه جايين من 130 دوله، يعني كاينه 130 دوله اللي ممثله في هذا العام هذا في مراكش. ومعنا دوزيام ايديسيون ديال جيتكس افريكا هذا العام في مراكش. يلاه دابا غاتكون اون في لينوغيراسيون ديال لا بروميير ايديسيون ديال وورلد فيتشر هيلث افريكا، معرض واحد اخر ديال لا سونتي هو اللي وراك هنايا. ومرحبا بكم. دونك لا سي سكي بيان، كاينين دي غروند نوفيل اللي كي اون ايتي انونسي ايار بور لانفستيسمون هنا في المغرب وفي افريقيا، وهادشي كلشي تيبصر بالخير باش نديفلوبيو لينوغيراسيون ابتكار والاقتصاد الرقمي في المغرب وفي افريقيا. كاينين 130 دوله اللي جايين من العالم كامل، وبالنسبه لافريقيا غير كاينين اكثر من 40 دوله اللي كاينين هنايا، وكاينين اكثر من 100 ديليغاسيون غوفيرنمونتال اللي كاينه موجوده هنايا في جايتكس افريكا في المغرب في مراكش. اللي كيميز هذه الدوره وهو يعني لو نومبر دي سوجي، يعني اول حاجه زدنا المعرض ديال لا سونتي، ثاني حاجه زدنا واحد لو سوجي اللي ما كانش العام اللي فات اللي كيتسمى بالفرنسيه الفينتك، اللي هو ورايا اللي فيه دابا دي بنك مغربيين، دي بنك ماروكان، وكاين دي بنك افريكان. او اون بليس دو سا اللي كيميز هاد الدوره وهاد العام هذا درنا 700 ستارت اب. العام اللي فات كانوا غير 400، هاد العام كاينين 700 ستارت اب، وكاين 450 سوسيتي انفستيسور كابيتال ريسك اللي غادي يخلي هاد لي ستارت اب يكونوا يهضروا ويتكلموا مع هاد لي انفستيسور بور لوفي لي فون وديفلوبي ليكونومي نيميريك. احنا اليوم في الدوره الثانيه من جيتكس افريكا مراكش، وحنا فرحانين باش نكون اليوم هنا، وكنشكروا المنظمين اللي عطاونا هذه الفرصه باش نكونوا حاضرين في بلادنا في المغرب، وباش نقدموا الشركه ديالنا اللي كتواجد في فرنسا ولكن اللي المؤسسين ديالها واللي خدامين فيها الاغلبيه ديالهم مغاربه. وجينا نقدموا البرودوي ديالنا اللي هو عباره على واحد المحطه ديال البطاريات اللي كيقدروا ان يعطيونا الولوج للطاقه الكهربائيه في الاجتماعات في المدارس، في بعض الاحيان اللي كيكون فيها الولوج الطاقه الكهربائيه صعيب. والبرودوي نقدر نوريكم كيفاش كيخدم، كيكون سيكوريزي وكيخصنا نباجيو يكون عندنا الاوتوريزاسيون باش ندخلوا ليه. وفيه بزاف فيه لابريز، بحال كناخذوا البريز ديال فين ما مشينا في لا سال دو ريونيون ولا في المدرسه، والكابل، وهذا يعني كيخلينا اننا نكونوا خدامين على راحتنا في سواء في الخدمه سواء في المدرسه. وكنتمناو اننا في التكنولوجيا هذه نقدروا نجيبوها للمغرب كما قدرات انها تخدم في فرنسا تخدم ان شاء الله في المغرب. طريقه التسويق ما كيكونش البيع، كنديروا على طريقه الكراء، باش اذا كان شي مشكل ديال خسرات شي باتري ولا خسرات المحطه كامله، داكشي كيكون علينا وكنبدلوه على حسابنا الكليان الزبون ديالنا، كلشي على حسابنا. يعني هذا هو لافونتاج بالنسبه للزبون، كنتكلفوا بكل شيء، وحنايا عاوتاني الكراء كيكون واحد الدخل اللي هو كيكون موسمي وضاير كل عام. لا في المغرب مازال ما عندناش الكليان، فرنسا خدامه وكاين شركات كبار اللي خدامين بها فرنسا، ولكن في المغرب مازال ما كاينه. وهذاك الشيء علاش حنا جينا لجيتكس، باش نشوفوا زعما ليكوسيستيم ديال المغرب، واش كاين الزبناء اللي كيكون هادشي كيعجبهم ويقدروا يحتاجوه سواء في المدارس ولا في الشركات. وحنا نشوفوا شنو غيكون في جيتكس، ولكن النهار الاول كان مزيان، اليوم النهار الثاني كانوا بزاف الناس اللي عجبهم، واخا ما نبيعوا ما والو، حنا جينا غير باش نفرحوا بالناس ونوريو المغاربه باللي راه الدراري زعما ديالنا في بقاع العالم كيديروا زعما الحوايج زوينين. كنتمناو ان هذا الشيء كل عام يكثر، وكنشكروهم حيت داروا لنا واحد لو ستوند اللي كيكون ديال الشركات المغربيه الناشئه اللي في المغرب، ولا المغاربه المقيمين بالخارج دخلونا فيها. وراه كنشكروا الوزاره ديال الانتقال الرقمي على هذه الفرصه هذه. اليوم كنتواجدوا في النسخه الثانيه ديال جايتكس افريكا اللي المغرب كيحتضنها للمره الثانيه ما بين 29 و 31 من شهر ماي. فاليوم حنا كنتواجدوا هنايا للتعرف على الشركات الكبرى العالميه اللي كتواجد هنايا، وكذلك لمشاركه الخبرات ديالنا مع الشركات الناشئه المحليه. ان درايف عندنا ان بروغرام سبيسيال
ديال الفنتشرز، يعني كنقلبوا على الشركات الناشئه اللي كنحاولوا نشاركوا معها الخبره ديالنا ونحاولوا نعطيوها جميع الامتيازات اللي تمكن لها انها تخرج خارج السوق المغربيه. فاليوم كنتواجدوا مع بيعته اللي كانت اللي كمل البارح وحنا هنايا، دونك البيعته كان كيتراسها المدير التنفيذي لشركه اندرايف في العالم للعمل على شراكات مع شركات محليه للنهوض بالاقتصاد المغربي.